في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية الصنع ببلدية بني معوش ولاية بجاية. تعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني معوش، مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة بالمكان المسمى قرية المراهنة بلدية بني معوش. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة مفتشي التجارة التابعين لبلدية سيدي عيش، أين تم ضبط شخص يبلغ من العمر 52 سنة ينحدر من ولاية بجاية يقوم ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة. بعد الاستفسار معه عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، تبين أنه لا يحوز على رخصة استغلال، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت على حجز 11828 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية الصنع. تم تحرير عدة مخالفات في القانون التجاري تتمثل في ممارسة نشاط تجاري قار مقنن دون رخصة، عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الفوترة، ممارسة نشاط تجاري قار ثانوي دون القيد في السجل التجاري يتعلق بتخزين السلع. على إثرها تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أقبو مع تقديم الأطراف وتسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.